تلقاها هاذيك ديالهم ما قالش عليه راه قالك كاين حالات كاع تعدي الحالات. باعنا المسطره القانونيه تال النهار الحوكم، سمعنا الحوكم جا صاديم. جا جا الحوكم صاديم، فديك اللحظه عطاهم عامين، عام ونص، جوج عطاهم عام ونص، و مول الولد عام عطاوه عامين. هوما حنايا ما ما تقبلناش داك الحكم وبغينا ان شاء الله ناخذوا الغالي ديالنا في الحكم بقى الثقه ان شاء الله في القضاء أشياء عام عام وعام وشهرين البنية كان عندها عام 12 ونص عندها 12 ونص وعندها اغتصاب وحامل وكذا وهاد الناس خداو عامين ديالش نطالبوا الحق ان اذا الناس يعطيوهم عقوبه باش الناس تاخذ العبره من هاد الدريه باش تعرف العبرة الحكم هذا الشيء اللي اللي كاين الكبير راه فيه واحد عنده 41 واحد عنده 40 سنه 40 سنه ولا 39 سنه والثاني تكون عنده 28 ولا 30 واحد عنده شي 26 جوج من عائله واحد بوحدو <applause> واحد الصديق جا من واحد الدوار ديال سيد العربي ولقانا في السوق هو اللي قال لك ودي راه شنو هاش نوع. تما دينا الدري درنا عليها شهاده طيب وكذا وداكشي زارونا الناس المشاهدين ديال الصحافه كان مشكورين من هذا المنبر ودابا الحمد لله زارونا الناس من دوبا من الدوله مشكورين من هذا المنبر ان شاء الله راه غادي يكون خير ان شاء الله ياخذوا قرار ان شاء الله ما طالب ديك البنت وداك الولد حالة ما يضيعوش الشيء اللي تصايبوا لي الوريقات الحاله مدنيه نهار يكبر يعرف تا هو المهم تا درنا تا الوريقات ديالو القضيه اللي احنا موجودين اليوم بصددها وهي قضيه تتم الراي العام خصوصا ان هناك طفله في في عمر 12 سنه وتم الاغتصاب ديالها بشكل جماعي طبعا هذه النازله هي هي تدعو المجتمع للتفكير في واحد المجموعه ديال ديال الجوانب جانب قانوني وما التكفل الاجتماعي والنفسي وبهذا الصدد حنا موجودين هنا باسم جمعيه فيدرالية رابطة حقوق النساء لتقديم الدعم النفسي لهذه الطفلة وستتلوه من بعد فعلا واحد المجموعة ديال ديال اللقاءات في هذا الباب اعتبارا ان هذا العنف هو يؤثر بشكل كبير على على الفرد ويحدث له واحد الصدمه واحد الارتجاج نفسي واحد الارتباك طول الحياه ديالو ولو لم تكن المصاحبه والتتبع والمرافقه النفسيه سواء في على بعض الحالات الطب النفسي يكون له هناك العلاج بالادويه لان هذه الحالات كيطيحوا في, في, في الاكتئاب ولا كيطيحوا في, في اون كبيره ولا واحد لونغواس اللي هي كبيره